إذا يوكو عاملين إيه معاكم؟ عمر درو فيديو جديد. فيديو النهاردة هو ديسين، أوكي، ديس ما بين أرماندو وميزي ميزي ثوغ، أوكي. أنا أول مرة أسمعهم، أوكي. بس قبل ما أبدأ، أنا ما عنديش أي مشكلة مع السعوديين أو العراقيين أو أي دولة من دول العرب، أوكي. أنا هنا هعمل رياكت على الأغنية نفسها وهقول رأيي في الأغنية نفسها، مش هنا عشان مثلا أعمل مشاكل، أوكي. فمحدش يكرهني لو في أي حاجة لفتت نظري او كان في اي كومنت مني قلته مش حلو، فانا اقصد على الاغنيه، يعني فاهمين، يعني محدش ياخد الكلام على صدره قوي، اوكي. بعدين خلينا نبدا اول اغنيه معانا، اوكي، ميزي ثوغ، اوكي، اسمها رياض كونكشن، ده لو انا نطقت صح. بالعربي مكتوب رياح الشرق، ميزي ثوغ، اوكي. فخلينا نبدا باول اغنيه، ليتس جو. انت كم المبلغ اللي طالب منه الحين اساس اعرف انا؟ طبعا بالسعودي واليمني، عرفت؟ والله الحاصل يا اخوي اي شيء نو بروبلم، يعني ما بتشرب. إيه لا كم يعني؟ يقول يعني كذا تقريبا، يعني حدود كم؟ اربع. هي يعني المكالمه دي سبب مشكله يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه، او هنسمع لسه هنفهم. اوكي انا مستعجل قوي. خمس ست، عرفت؟ عادي يعني كذا تقريبا، يعني حدود كم؟ اربع خمس ست، عرفت؟ عادي اربع يمشي، اربع 500 اللي يعجبك وضع. اربع يمشي عادي، ما كلف عليك. 400 ايه دام بدي منك يعني عادي. حلو ايه عادي، ما عندك اي مشكله حبيبي. نترقب الجديد، انت هادف ولا دس ولا كيف؟ لا الجديد دس صريح. على مين؟ بس صريح راح يكون انا. ميزي ثوغ رياض كونكشن. ثوغ شوف، واحد من 2001. انا دي اول مره اسمعه، اوكي، مش عارف ايه البدايه على طول ديس. 2018 باقي يغلط نفس الغلطه، يستهدف جمهوره ويسرق فلوس، لذلك اللي سمعته اقوى كسره، والثاني في ايبي في سعودي تلقاه مرتز، لكن هنا العاصمة. كأني البوم دامجي 95، وانت لوتي انت اللاما اللي بطنها متين، منازل دس الحين نازل اطرب مستمعين، كانوا يسمعوا دساتي ينطربوها المعجبين. ابو مزة ابو مزة وش تعرف عن ابو مزة؟ ما يبرد خاطري لما اقطع راسك ورصة، ما باقي الجماجم رؤوسكم العابي، تعال يا نازفي العب، تعالوا يا اصحابي، انتم لنا وقود بدونكم نجد، تعال يا نازفي العب. هو ديس اور داي، اوكي، هما ابو فهموني بس مين دول؟ عشان تقريبا دول اشخاص صح؟ ده ميزي ثوغ، اوكي، يا نازي في الالعاب تعالوا اصحابي، اوكي ده بقى، اوكي اهم شيء العب تعالوا. هما دول اشخاص صح؟ ابو عرفوني يا اصحابي، انتم لنا وقود بدونكم نجبل، زيدوا عددكم عدد الماكينه تتحمل، اجل قيامة غضب هذا يا هانب، لو تجي الرياض في عز الصيف بتدهن بمراهم، لانه جلدك ناعم خويك ما قصر، محترف الموسيقى شاف شعره يطير، تجمعوا من قبلكم خصوم عادي امغط، ما بالك هالنواعم ما بقلتي ممغط. في انا من قبلكم خصوم عادي امغط، ما بالك هالنواع ما بقلتي مملح. انا على اساس ان هو اوكي محمل 3 ميجا طن، بيردني شهاب 3 بنزل في عدن، لا قتلى ولا جرحى، انا هدف دقيق بامحي واحد فيها عدن بلد صديق. كل اللي حولك بيخلوك لو عشان الرقم ما جوك يسندوك، بس لي عراقي بيقولوا مو عراقي، شغلهم نفاق بخنجرك بيطعن. اسال اي عراقي هيقول انه على فكره انا كنت اعرف عراقيين عادي، على فكره كانوا بيقولوا انهم عراقيين وفخورين انهم عراقيين. انا مش بنحاز لحد، اوكي، انا مش بنحاز لحد، بس انا فعلا كان ليا اصحابي عراقيين، ف الحته دي مش انا مش معايا في الحته دي بصراحه. اسال اي عراقي بيقولوا مو عراقي، شغلهم نفاق بخنجرك بيطعنوا، افضل وسيله للدفاع الهجوم، ما فلحت في وحدة من هتركات تجيب النوم، قوة نشاتكم تعتمد على قوة بنشاتي، الغبي يعيد البنش بس يغير ميمونون، ما عندكم حدايق حالكم كسيف، ريحتكم نفاق انتو كلاب بيف، اجل ندور فزعة عيب يا ورع ماما، انا ونزع اصعب من يوم الدفقة في هربابة، سب البيك جي ما
من بعد ما صور في الدوكلب وينك اول يوم مضغوط ولا للرقم سبب ما في سب ارجع وغني ملينا كثير عليك بيف ستوري كثير عليك اسامينا يا بيلارسي بالكوفيرا يا بي عدو بلاحظ بعد اختيار الناس يكرهوه علمت تلميذي رماني بدون اي اسباب علمته كل شيء لانه يغلب الاستاذ يا حشر محمل 3 ميجا طن يردني شهاب 3 بنزل في عدن لا قتلى ولا جرحى انا هدف دقيق بامحي واحد فيها عدم بلد صديق انا هدف دقيق بامحي واحد فيها عدم بلد صديق عدن بلد صديق اوكي كل اللي حولك بيخلوك جو عشان الرقم ما جوك يسندوك السلي عراقي بيقولوا مو عراقي شغلهم نفاق بخلرك بيطعنوك نظامي بالدسات تشبع دكتاتوري وانت نظامك بالدسات صيدة اسحبك بستوري اخليك تسب الكل ولهذا اسمك راح يندل انت عندي كالزقارة اسمك اكو في كفل اعتبرني كالكيماوي اللي تملك طهران اقدر ابيد اعدائي في ما يظل اعتبرني كالكيماوي اللي تملك طهران اقدر ابيد اعدائي في ما يضرني الدخان تبي تقلب بنش حاول القلب تكون فولوشن وانا بعيد بنش واحد من بنشات توشن واذا جاك على الكعكه كاء والجاجه جاء انا بصراحه لما بدات الاغنيه انا او بدات الرياكت انا كنت خايف ان انا مش هفهم ولا كلمه انا لحد دلوقتي الحمد لله انا فاهم كل الكلام اوكي عشان كده هتلاقوني ان انا اغلب الوقت برضو ما بوقفش وفي نفس الوقت مش عايز اطول على يعني الناس الموجوده يعني مش عايز اطول اوكي ده انا عايز في اغنيه تانية لازم اعمل عليها رياكت برضو اوكي على ما اعتقد دي اول ديس بدايه الديس تقريبا صح وبعد كده في الديس التاني اللي هو بتاع ارماندو تقريبا حاجه زي كده فابو يا ريت لو ليه اغاني تانية ما تبقاش ديس تراك يا ريت حد يجيبها لي يا ريت يعني حرق عليك فواحد من بنشات توشن واذا جات على الكعكه والجعجعجعة حرق عليك فكاحة تاكل فلس يا مصارة لا تسوي ابو الاوزان والله شكلك يضحك صحيح اني عدوك يا سبك لكن بصاحك غيرت الحين 3 لاين وبطلك يضحك صحيح اني عدوك يا سبك لكن بصاحك غيرت الحين 3 لاين وبطل صياح يوم اسمع دسات احس انه يتعرض النكاح بس معذور دامي خصمك فانت مجبور الحاجم عندي بيج سايز بيألمك ولو محفور يا حشر محمل 3 ميجا طن يردني شهاب 3 بنزل في عدن لا قتلى ولا جرحى انا هدف دقيق بامحي واحد فيها عدن بلد صديق كل اللي حولك بيخلوك جو عشان الرقم ما جوك يسندوك السلي عراقي بيقولوا مو عراقي شغلهم نفاق بخنجر انا الجملة دي انا مش عارف انا يعني هو بيغلط في العراق كلهم فاللي هو ليه يعني انت في الحتة دي انت بتغلط في العراق كلها اوكي انا عارف ان دلوقتي مفيش مشاكل ما بين العراق والسعودية اوكي بسبب انا اقصد يعني الاغاني والكلام ده بس يعني لما تيجي دس حد بشخصه هو ممكن يكون هو قصده الشخص هو نفسه تقريبا بس هو جايبه مش عارف ما علينا بيطعنوك يعني هذا التحدي بيف البيف ايش هو ما في يقولك بيف صيف حلو اوكي في كم صوت الصواتير اوكي ما علينا خلينا نخش على طول الاغنيه ليتس جو اوكي تاني اغنيه ارماندو هنا الصقيع دي المفروض شتيمه تقريبا على ما اعتقد صح this on tizzy tizzy thug اوكي and zana اوكي ما علينا خلينا نخش على طول الاغنيه وليتس جو الصقيع هنا الصقيع ليتس جو ارماندو على البيت اي 7 اوكي ما في تركيح هنا راح يكمل الفرق هنا تلوني هانا كاش مع تعليم مجاني هنا الصقيع ما تنفع رياح الشرق هنا البنش يضيع حيبه لما يخرج من لساني كن ثبات فكرك مات كان ذاكرتك زيرو بايت تشبيهات تحرج هات يعني عن جد فورتنايت استحي عطول الشنب اللي نابت فوق شفاك ما تعرف تشبه فيك مرف تعالوا عندي شفاك لا ترقع بالوزن نوع القت معك بيستعين ما في شي بهذه اللغه اسمه بطنها متين كنتوا جد ولا ميتين انا شل ادوس الحين عشان ارقف بحالكم ضفلي جنبكم 200 لو صحيح انه جمهورك ينطرب عهد عشان ارقف بحالكم ضفلي جنبكم 200 لو صحيح انه جمهورك ينطرب عهد الكلام ما بلوم الناس اللي بتمجد بشكل احلام يبيلك مع جمهورك في الرب عندي تاخذ حصه ابو مزه ما في ربط القافيه تنكك برصه شكلي اوه جمهورك في الرب عندي تاخذ حصه ابو مزه ما في ربط القافيه تنكك
برصة شكلي راح أعلمهم من تالي كيف يغنون كيف يسوقوا بنش وكيف بالكلام يعتنون يغسل لي مثلك يعلمني شي هو بد. هو أنا لما بدأت أنا ليه كنت متخيل أنا مش هفهم ولا كلمة لأن أوكي أنا افتكرت هتبقى لغة عربية يعني هيبقى خليجي عارف أنت اللغة اللي هي خليجي اللي هي الصميم أنا لحد دلوقتي اللي هو قادر أفهمه لأن شبيهة اللغة العربية الفصحى اللي هو مفيش كلمة يعني مش زي مصري مثلا فاهم مصري في ناس أنا أعتقد إن في ناس ما تقدرش تفهم مصري أوكي عارف إن الأغلبية يعرفوا مصري أوكي في الوطن العربي بس يعني في ناس برضو ما تقدرش تفهم مصري في ناس أنا قابلت إن هم مغبة تقريبا كان مغبة ما بيعرفوش يعني جينا نتعامل كذا مرة كذا مغربي مش مغربي واحد نيجي نتعامل مع بعض بيبقى إحنا ما بنفهمش المغربي وهم أحيانا برضو ما يفهموش المصري فبنتعامل نضطر نتعامل بقى بلغة البلد اوكي فانا هو ده اللي تخيلت ان هو هتبقى حاجة زي المغربي كده اللي هو مش هقدر افهم اي حاجة فلحد دلوقتي انا يعني اللي هو انا مبسوط ان انا قادر افهم السعودي والعراقي انا عارف ان السعودي سهل ان هو يتفهم بس العراقي رغم ان كان ليا واحد صاحبي عراقي بس اللي هو كان بعد وقت لما يجوا يتكلموا مع بعض عراقيين ما كنتش بفهم اوي اللي هو عشان كده كنت خايف بصراحة اعمل رياكت على الاغنيتين دول دائها الدلائل التعليم وانا بعتزل نهائي جد والله ما في ترجيح هنا راح يكمين الفرق هنا تولي هنا كاش مع تعليم المجاني هنا الصقيع ما تنفع رياح الشرط هنا البنشط هو قصده ايه هنا الصقيع يعني ايه الصقيع انا حاسس انها شتيمة صح يا حلبة لما يخرج من لساني ما في ترجيح هنا راح يكمين الفرق هنا تولي هنا كاش مع تعليم المجاني هنا الصقيع ما تنفع رياح الشرط هنا البنشط يا حلبة لما يخرج ما ينفع ريح الشرق اوكي يبقى انا ماشي صح انا افتكرت ان انا عملت رياكت غلط كان المفروض ده الاول انا ما اعتقد ده اللي تخيلته بصراحة بس انا كده ماشي صح الحمد لله هنا الصقيع ما تنفع رياح الشرط هنا البنشط يا حلبة لما يخرج من لساني الطبيعي نكون وقود لان حارقيكم حرق بدخل ايدي في بمس لما يخرج من لساني الطبيعي نكون وقود ثواني هو هما السعوديين هو كانوا شخصين مش شخص واحد بس كان هو حتى كان في اتنين تانيين صح هو كان نسيهم تقريبا حارقيكم حرق بدخل ايدي في بمزاجي بمحي رابرز من العرب وانتو مجبورين لان حارقيكم حرق بدخل ايدي في بمزاجي بمحي رابرز من العرب وانتو مجبورين تردوا لانه مستواي بيليق كيف ساحبني ببث وانا ساحب عشان مستواي بيليق حبكم بس من تعليق ما بحب اعيد احداث لساتي ترفض الاخفاق بس مجبور اني بوضح بنشاتي بتكتب نفاق انا عاجبني في التصوير ده ان هو عينيه سودا تقريبا ولابس لينسز اسود تقريبا ما اعتقد صح ولا ايديت ولا ايه بالظبط بس شكله جامد فشخ جاف لساتي ترفض الاخفاق بس مجبور اني بوضح بنشاتي بتكتب نفاق بتقول وش دخل ارمندر بي فجل تعال يا الفيك وانت ذاكر طاري سام بس لانه سحب عليك مين الفينا كالبيف مين يزور حقايق مين الحاله كسيف ويرجع اربع دقايق ملف طهران النووي صار كيماوي هاي الكبش مين الغبي فينا وانت تسمي الحرب عادة جنش نظامكم مخزي نظام منتدى ما في لوم شكلك ما تسمع من فينا تراكاته بتجيب النوم شي واحد بتعيد وانا حارقم هسيرة خافي عيد كلمة الحلاق لزقها بكوافيرة ملل ما في ترجيح هنا راح يكمين الفرق هنا تولي هنا كاش مع تعليم المجاني هنا الصقيع ما تنفع رياح الشرق هنا البنش يضيع حيبة لما يخرج من لساني ما في ترجيح هنا راح يكمين الفرق هنا تولي هنا كاش مع تعليم المجاني هنا الصقيع ما تنفع رياح الشرق هنا البنش يضيع حيبة لما يخرج من لساني بتخليني اسب الكل طيب هاي مسخرة الكل غصبا راح الكل يرد كل هذا وما بتخلينا سب الكل طيب هاي مسخرة الكل غصبا راح الكل يرد كل هذا وما تساوي الكل مين الساحب مين برأيك مين الفينا دكتاتوري وانا اربع عشناب ساحب باربع لينات من اسطوري اوبشن سلم طبطولة عادة منشى فيك داش والفلس خايف وقال من اوبشن سلم طبطولة عادة منشى فيك داش والفلس خايف وهارب انا مش بنحز لحد اوكي انا مش بنحز لحد انا الاثنين ممكن اسمعهم عادي ممكن اعمل عليهم رياكت لاغانيهم عادي اوكي ف خلينا نكمل سينو كسر كاش حاول انك ترتدي بحد لما الذكرى بيعصرني ما بتلاحظ كلهم ماتوا لانهم نالوا بصمة مني بتسمي الهرمون صياح ما بلومك يا مسكين اي ثالث ليلة بتتكلم عنه غرقك تلحين جا 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 اكك ما بلومك يا مسكين
تلاحظ كلهم ماتوا لانهم نالوا بصمة مني. بتسمي الهرمون صياح وهو التاني كان في الفيديو كان جاب اللي هي الريمبو اللي هي بتاعت الشواز اللي هو انا كده. هو ارماندو مش عارف اقولها ازاي هرمونه عندي اسئله كتير بس مش عارف اسالها ما علينا. هرموني سياح خلينا نكمل. ما بلومك يا مسكين اي ثالث لين بتتكلم عنه غرقك تلحين جا 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 كا ما رح توصل هذا الجوب لو تعصر سنينك ما بتطلع لين في فلوب كل وزن منك مكسور لو بعد بلخبط عد ما حاجة بتلقي الاعذار بعد تسفر مني عد هذه لسه بس بداية بلخبط عد ما حاجة بتلقي بعد تسفر مني عد هذه لسه بس بداية مو ثقل صدق يا غنزي ليش تعمل لو انصب كلماتي عليك كأنك مازي صب خاضر ما في تركيح هنا رح يكمل الفرق هنا تولي هانكاش مع تعليم مجاني هنا السطيع ما تنفع رياح الشرق هنا البنش يطيح هيبة لما يخرج من لساني ما في تركيح هنا رح يكمل الفرق هنا تولي هانكاش مع تعليم مجاني هنا السطيع ما تنفع رياح الشرق هنا البنش يطيح هيبة لما يخرج من لساني. في سويتش اوكي كريستال ده حد تاني خسارته من الحجاز خلت في حاله نفسيه لسه يهتز من ذكرهم لسه طاريهم اذيه وش بك خايف تواجهني بقوه افكار وتمعن يعرف حاله ينزل جنبي فتوجه للطائفيه ما املك غباء فكره تخسر طلعني من طوري بخرج وبسب طوائف وبخيب ظن جمهوري لاني عارف من البدايه تحديكم كلام فاضي وعارف فقط القيار ينافس قوه بيف ستوري كني بتحدى بقلوبي مين يقدم اعماله ولد بالمسخر ذول الخمه اوه 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 قوه بيف ستوري كني بتحدى بقلوبي مين. انا الوشم ده انا كنت عامله بسبب اللي هو اللي على الشمال اللي هو الارماندو اللي هو حاطط ايديه كده كنت عاملها كده بس هي معموله غلط المفروض واصلا مش عارف ابتدى يروح حاجه زي كده مش مشكله هو لو راح اصلا بحاول ان انا اودي اوكي يقدم اعماله ولد بالمسخر ذول الخمه نبهرهم نعطيهم صحوه والغبي يجي بياكد ان الاقوى بالاخير متغلبين بنشوف فكره ليرك سادها مونيتير ما تملك اي حاجه ضدي لانك صغير بحضرتي تقدم سخافه يا طوائف يا تذكر مهنتي عقلك كنا مهبل بمرحله دوره افكارك حيض ما تنتج غير الوساخه فانخرطت للحظير سنتين افعل جي سم بقوه دساتي وردودي كيف الفق يا غبي والبرنامج اصلا سعودي لا تتعجب بعض وريحه شايف حالك بار كبير مو ذنب انك شايف حالك جنب الذاكره إذا مزبلت التاريخ دسك ساري للعدم يوم سمعت اظهرت اني مصاب الاذني بالصمم جيت بقوة جب سخافة فاضطرت. انا حس ان اللي في الاول كان ماشي معاه بالراحة اللي هو ما كانش عايز يدسه جامد بس الحتة الاخيرة دي السويتش اللي حصل ده حس ان هو ايه نازل فاهم اللي هو تا 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 اللي هو حس ان ده دس اكتر من الاولاني كنت حس ان هي اغنية عادية بصراحة يعني مجرد تسمع كده اللي هو هذي والبرنامج أصلاً سعودي لا تتعجب مع بوريحة شايف حالك بار كبير مو ذنب انك شايف حالك جنب الذاكر هو صغير إذا مزبلت التاريخ دسك ساري للعدم يوم سمعت أظهرت إني مصاب الإذني بالصمم جيت بقوة جب سخافة فاضطريت أعمل مسامع على زبين تويران مسوي فيها بنش قامع تقصف قنابل سيارات وماسك صدور ليه ما تثبت لك براي أنت الحين تمثل أي دور اطلع برا ما يلبق لك الراب أنا الفلقار بس قسم دسم من فني سمي سلي سلو سار بعرف ما راح تفهم شيء من هذا الكلام بسبب افكارك الرجعيه وبسبب دسك الردي اللي قدمته ولاقى انتقاد من الكل فهذا الرد كلش كفايه عليه. بيس اوت اوكي ارماندو اوكي اوكي انا فهمت ليه لان اللي بعت لي الاغنيه دي بعت لي برضه كومنت بتاع واحد سعودي كان كاتب كان بيتكلم ان ارماندو يعني مش عايز حد يغلط في ارماندو بتاعه هو سعودي اوكي اللي كان كاتب كده طب ممكن احط الكومنت بتاعه اوكي اللي بعت لي الاغاني دي هو واحد عراقي وما عندوش اي مشاكل هو كمان مع السعوديين اوكي انا هو بعمل رياكت على الاغاني نفسها انا مش جاي ان هو اتكلم اقول السعوديين اتبهدلوا العراقيين اتبهدلوا انا مش هنا عشان كده خالص اوكي انا هنا اتكلم على الاغنيه اوكي بالنسبه للاغنيه انا حاسس ان ارماندو اوكي انا بالاخص الحته الاخيره دي اللي هو انا حسيت فعلا في ديس
يعني ولا الاغنيه الاولانيه ولا الجزء الاولاني كنت حاسس ان هو ديس، كنت حاسس ان هي اغاني عاديه فاهم. فالجزء الاخير ده اللي هو حاسس ان في ديس فاهم، اللي هو نزل زي ما انا قلت تا 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 فاهم، اللي هو فعلا في ديس، حسيت بالديس في الحته الاخيره دي. ما علينا، انا مش بنحاز لحد اوكي، انا ممكن اسمع اي حد فيهم تاني اوكي، اغاني ليهم عاديه، ممكن اعمل اغنيه لميزي اوكي، لميزي ثاغ لو انا فاكر اسمه صح اوكي، لميزي ممكن اعمل له اغنيه عاديه، وممكن في نفس اليوم اعمل لارماندو، ما عنديش اي مشاكل معهم خالص، ما عنديش اي مشاكل مع السعوديين او العراقيين اوكي، فما حدش يكرهني وما حدش يكتب كومنت سلبي اوكي، يا ريت وريت لو انا قلت حاجه كده ولا كده من غير ما اقصد، وانا مش عارف، انا ما اعتقدش ان قلت حاجه سلبيه اوكي، انا الرياكت بتاعي كان على الاغنيه بس اوكي، انا واضح، انا واضح كده اوكي. ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس.